مساء الخير، اهلا بيكم في حلقه جديده معانا من طعم ولون. النهارده انا عايزه اعمل لكم طبق ممكن يبقى دسم شويه بس هو بجد حلو جدا. هعمل لكم النهارده دلوع مشويه بالعسل وبصوص الباربيكيو. تعالوا الاول نعمل مع بعض السيزننج او تتبيله بتاعه اللحمه او بتاعه الدلوع، وبعد كده هندخلها الفرن. شوف مقاديرنا ونبتدي مع بعض على طول. اول حاجه للرب او للدهان اللي هحطه على الدلوع دلوقتي عندنا معلقه سكر بني ومعلقه صويا صوص ولخليط العسل وعندنا كمان توابل الكيجن. توابل الكيجن دي عباره عن خليط بهارات سهل قوي ان احنا نعملها، هقول لكم ازاي في اثناء الحلقه او لما نبتدي نعمل مع بعض الخلطه. عندنا بعد كده لخليط العسل اللي هنحطه على اللحمه قبل ما ندخلها الفرن، عندنا كوبايه ونص باربيكيو صوص، عندنا ربع كوبايه سكر بني، ربع كوبايه عسل ابيض، معلقتين كاتشب، معلقه ورشستر صوص، وعندنا كمان ذره انا بسلقها دلوقتي عشان نشويها مع بعض ونحطها مع اللحم. فاول خطوه نعملها مع بعض دلوقتي ان احنا عايزين نتبل اللحمه. خليني بس اجيب جوانتي واجيب صينيه احط فيها شويه بطاطس كده تحت عشان انا مش عايزه اللحمه تلزق، وكمان عايزه البطاطس تاخد من طعم اللحمه. الكيجن بقى او بهارات الكيجن دي بتتباع جاهزه، وبرده لو تحبي تعملوها في يعني تحبي تعمليها في البيت سهله قوي انها تتعمل. هي عباره عن خليط من الكمون والمراميه والزعتر والبصل المجفف والفلفل الاحمر الحراق والبابريكا المدخنه، فيها خليط كبير جدا من البهارات. ممكن احنا نوضبها مع بعض وتحطها في برطمان ونستعملها في الشوي للجمبري للسمك للحوم. خليني الاول دلوقتي احط البهارات بتاعت الكيجن مع السكر البني مع خليني بس الاول ادربهم بره مع بعض، احط عليهم الصويا صوص واقلب الخليط ده مع بعضه كويس. هنزل الخليط ده على اللحمه، وزي ما قلت لكم على حسب حجم اللحمه اللي عندك، من ساعه لساعه ونص في الفرن على درجه حراره 180. طبعا انا عشان وقت البرنامج فانا كنت عملت واحده قبل كده ودخلتها الفرن وهطلعها معاكم دلوقتي، بس تعالوا الاول نعمل صوص الباربيكيو اللي هنحطه عليها. خليني نجيب كسرول نعمل مع بعض الصوص الباربيكيو. طبعا اول حاجه هحطها هي الباربيكيو صوص بتاعي لان هو ده اساس الطعم، وهنزل عليه كل المقادير كاتشب والعسل والسكر البني وطبعا شويه ملح وفلفل. وكده الخليط بتاعي جاهز، انا مش هسيبه على النار كتير، انا بس عايزاه السكر يدوب والعسل كويس في الباربيكيو قبل ما احطه على اللحمه. تعالوا نطلع اللحمه من الفرن. اللحمه بتاعتي استوت وجاهزه ان انا انزل عليها صوص الباربيكيو. طبعا انا عايزه انزله على كل اللحمه من ناحيتين. وهرجعها تاني على الوش تاني وهدخلها الفرن لمده 10 دقايق عشواية، وهتكون بعد كده خلاص جاهزة. هنرجعها الفرن.
انا كمان الدوره بتاعتي خلاص اتسلقت، عايزين نحطها على الشوايه شويه على ما اللحمه تكون جاهزه. هاخد شويه زيت بس على الشوايه الاول، مش عايزه الدوره تلزق. بس طبعا احاول اصفيها من الميه الاول. انا هسيب الدوره تقريبا من 3 ل 4 دقايق، يعني هتاخد بس لون من على الوشين وتكون اللحمه خلصت في الوقت ده. فتعالوا نطلع فاصل ونرجع نعمل مع بعض سلطه البنجر والعدس، فخليكم معايا. ورجعنا لكم من الفاصل. الدوره بتاعتي خلاص قربت تاخد لون حلو، واللحمه برده في الفرن، فاضل لها تقريبا 5 دقايق. تعالوا نعمل مع بعض سلطه لذيذه جدا وسهله، وكمان فيها كل المكونات الغذائيه اللي ممكن نكون محتاجينها في طبق سلطه بتاعنا. هعمل لكم النهارده سلطه بنجر بالعدس. تعالوا نشوف مقاديرها الاول ونبتدي فيها مع بعض على طول. اول حاجه انا عندي 4 بنجر انا سلقاه، مقشرينه طبعا وسلقينه ومتقطع حلقات، وبرده يعني هوريكم تقطيع او طريقه تقشير البنجر مع بعض. عندنا كوبايه عدس بني مسلوق او كوبايتين تقريبا، عندنا بصلايه حمراء شرايح، عندنا ربع حزمه بقدونس مفروم، للتتبيله عندنا زيت زيتون، ليمون، خل ابيض، ملح، فلفل اسود، كمون، وشطه ناعمه. طيب اول حاجه طبعا زي ما قلت لكم البنجر عشان بياخد وقت شويه انا سلقته، قشرناه وسلقته. وطبعا يستحسن لو انتوا عندكم البنجر مسلوق تقشيره بيبقى اسهل كتير جدا، بس ساعتها لازم تكونوا لابسين جوانتي او حاطينه جوه كلينكس، عشان بيكون يعني الماده الصبغه اللي فيه قويه جدا. طيب تعالوا الاول اوريكم ازاي ممكن ان احنا نقشر البنجر من قبل ما نسلقه، لان هو بيبقى طبعا قشرته اتخن وبيبقى اصعب في التقشير عن بعد السلق. فخليني اجيب جوانتي الاول. اول حاجه هعملها ان انا هشيل الجنبين، وبعدين هبتدي اشيل الجناب بتاعه البنكر. زي ما قلت لكم انا ممكن اكون بشيل شويه زياده من القشره بس عشان اطمن ان مفيش اي طعم من مكان القشره عشان ما تديش مراره في طعم البنجر بعد السلق. انا اللحمه بتاعتي جاهزه، ممكن نطلعها الاول. عايزه احطها في طبق التقديم، وبعدين ممكن بعد كده نزود البطاطس حواليها. طبعا اللحمه استوت تماما، واخده لون حلو قوي مكرمل من صوص الباربيكيو. نحط البطاطس حواليها كده. طبعا تقدروا برضو تستعملوا لو عايزين، مش لازم بطاطس، ممكن بطاطا تبقى حلوه قوي معاها، ممكن جزر، ممكن تشكيله من البطاطا والجزر والخضار مع بعضه مع شويه روزماري. يعني ممكن ننوع، مش لازم نستعمل نوع خضار معين، المهم يكون خضار يتكرمل يبقى طعمه حلو مع صوص الباربيكيو. وعايزه احط من الصوص فوق اللحمه كده. اللحمه بتاعتنا تكون خلصت. تعالوا بقى هنعمل مع بعض السلطه. انا كل اللي عايزه اعمله ان انا عايزه اضيف الخضار كله على بعضه، وطبعا مش هعمل الدريسنج او مش هحط الصوص الا وقت الاكل. هحط العدس المسلوق بتاعي، البصل حلقات، انا عايزه افتحه شويه من بعضه بس عشان يبقى اسهل في الاكل. وبعدين هحط البنجر اللي انا سلقته. والبقدونس المفروم. هقلب شوية. زي ما قلت لكم لو مش هتاكلوها على طول مش هنحط عليها الدريسنج.
الا وقت الاكل. انا مش عايزه العدس والبنجر يتبلوا. هنحط الدريسنج عليها، هحط الليمون، الخل الابيض، الكمون، شويه من الشطه، وهحط طبعا زيت زيتون، وشويه ملح وفلفل، نقلب الدريسنج بتاعنا شويه في الخضار كده. السلطه بتاعتي جاهزه. طبعا البصل نفسه زي ما انتم شايفين خد لون من البنجر. السلطه كده جاهزه، نحط شويه بصل فريش على الجنب. وبكده تكون سلطتنا جاهزه. عملت لكم النهارده الاضلاع المشويه بصوص الباربيكيو، وعملت لكم سلطه البنجر بالعدس. طبعا عايزاكم تجربوا الاثنين وتقولوا لي رايكم فيهم ايه، وان شاء الله اشوفكم في حلقه جديده من طعم ولون.